The outer flow tract, that is the LVOT, and the right outer flow tract, اللي هو RVOT. والبلبس كورديس يتصل بمن بالكونس كورديس، والكونس كورديس راح يمثل لي the primitive portions of the ventricle، وهذا ال primitive ventricle راح يتصل بالأتريا، والأتريا يتصل بالساينس فينوسوس. إذن هذا الشكل النهائي، الشكل النهائي للهارت اللي إحنا حنشوفه. هذا هسه احنا نبدي شلون يبدي يتطور كل جزء من هذه الاجزاء، شلون يتطور كل جزء من هذه الاجزاء. فاليوم راح نتحدث عن الساينس فينوسوس. الساينس فينوسوس يمثل the most caudal portion of the heart tube. The most caudal portion of the heart tube اللي يبين بالرسم قدامكم لونه ازرق. اللي يبين بالرسم قدامكم لونه ازرق، هذا شو نسميه؟ على كل إذن الـ most caudal portion هو sinus venosus اللي قلنا لونه أزرق، لونه أزرق. زين، وهذا مثل sinus venosus. إذن sinus venosus is the most caudal portion of the heart tube. It receives the oxygenated blood from the placenta. From the placenta through which هسه نعرف through which. Okay. إذا انباع للساينس فينوسوس يكون very clear at the fourth week of gestation، يتألف من جزئين. تشوفون عنده كأنه two limbs. هذا كل limb يعني شوفون كأنه مثل البنطلون الأزرق. هذا limb نسميها horn، نسميها sinus venosus horn. إذا الساينس فينوسوس يتألف من body and two horns، right and left horn. Sinus venosus يتألف is the most caudal portion of the heart tube, and it consists of two horns. It consists of two horns, right and left horn. Horn يعني قرن، قرن شلون قرن مال الثور. فwe have two horns, right and left horns. Each horn بمن يتصلن، يتصلن ب what is called sinus venosus body. Sinus venosus body. هسه هذه الهورن منين تستلم البلاد؟ هذه الهورنز مو قلنا عندنا sinus venosus body وبي تو هورنز، تو يعني قرون اثنين رايت اند ليفت. هسه كل هورن، every horn، كل قرن من هاي القرون sinus venosus received the blood from three veins، from three veins على اليمين وعلى اليسرى. شنو هي هاي الفينز؟ هي الكومن كاردينال فين، كومن كاردينال فين، والامبليكال فين، والفيتلاين فين. الكومن كاردينال فين، كومن كاردينال فين، والامبليكال فين، اند ذا فيتلاين فين، اند ذا فيتلاين، فيتلاين فين. اذا 3 فينز، اذا عندي 3 فينز اون ذا رايت سايد و 3 فينز اون ذا ليفت سايد. شنو هي ال 3 فينز؟ هي الكومن كاردينال فين، امبليكال فين، اند فيتلاين فين. هسه هذني ال 3 veins on the right side تروح بالright sinus venosus horn، on the left side تروح بالleft sinus venosus horn. السينس venosus horn وين راح تودي البلاد؟ تودي للسينس venosus body. السينس venosus body وين يودي البلاد؟ يودي البلاد الى الاتريا، الى the primitive atria of the heart. واضح لو ما واضح؟ واضح. إذا صار عندي 3 important veins اللي هي ال common cardinal vein. ال common cardinal vein منين جاي؟ جاي من ال posterior cardinal vein and anterior cardinal vein. Common cardinal vein, umbilical vein and vitelline vein. And vitelline vein هذا الثلاثتين وين يصبان؟ يصبان بالسينس venosus horn. السينس venosus horn. والسينس فينوسوس هون وين يصب؟ بالسينس فينوسوس بدي. السينس فينوسوس بدي وين يوديها؟ يوديها للبريمتيف اتيريا اوف ذا هارت. اذا نحط ببالنا انه السينس فينوسوس is the most caudal portion of the heart tube. It received oxygenated blood through three veins. Through three veins. اللي هي شنو هي؟ الكومن كاردينال فين، امبليكال فين،
and vitelline vein. During embryogenesis, هاي الفينز كلها يصير بها اتريزيا، يصير بها اتريزيا. It becomes smaller in size، حجمها يصغر، and become atretic، يعني become atretic يعني شنو؟ يعني تضمر، يصير بها ضمور، ما يبقى بها شيء. إذن during embryogenesis all these veins will get atresia، راح تصغر ويصير بها ضمور ويتبقى منها الشيء القليل اللي هو remnant part اللي يبقى من عندهن. ما يبقى من عندهن من the left sinus venosus horn يبقى oblique vein to the left atrium ويبقى coronary sinus oblique vein of the left atrium and the coronary sinus. واللي يبقى بالright sinus venosus horn، يعني احنا عندنا right sinus venosus horn واللفت sinus venosus horn. اللفت sinus venosus horn كله يصير بأتريزيا، يصير بضمور. اللي يبقى من عنده شنو؟ فقط oblique vein of the left atrium and the coronary sinus. إذن الكورينري sinus منين مصدره؟ منين طالعه؟ طالعه من اللفت sinus venosus horn. الرايت ساينس فينوسس هون راح يصير بي اكستنشن، ويمتد الى داخل الاتريوم. ات امبيد ذا كومن اتريا فورمينج ذا سموث بورشن اوف ذا رايت اتريوم. اذا السموث بورشن اوف ذا رايت اتريوم منين طالع؟ طالع من الرايت ساينس فينوسس هون. الليفت ساينس فينوسس هون يصير بضمور كامل، وما يتبقى منه فقط هو الأوبليك فين of the left atrium and the coronary sinus. Then what remain of the sinus venosus, الليفت يصير بي complete atresia، يبقى من عنده شيئين فقط اللي هو الأوبليك فين of the left atrium and the coronary sinus. الرايت يبدي يصير بي extension، يصير بالضبط شلون امثل لكم اياه، شلون السيراميك لما تبدي تبلط البيت بالكاشي او بالسيراميك، تبلطه بالتدريج شوي شوي حتى يصير الكاشي او الارضيه مال البيت سموث، وهو راح يسوي لي يصير انفيجن للليفت توارد اتريوم حتى يمثل لي السموث بورشن اوف ذا رايت اتريوم. And this smooth portion of the right atrium يمثل the posterior portion of the right atrium. يعني right atrium من نقول a smooth portion of the right atrium، إذا أكو جزء آخر مو smooth بالright atrium، يكون شنو هذا الجزء؟ يكون trabeculated portion. إذا right atrium ينقسم إلى قسمين، trabeculated portion and the smooth portion. The trabeculated portion is the anterior part of the right atrium. Well, the smooth portion هو the posterior part of the right atrium. The anterior part, the trabeculated part, هذا منين مصدره؟ مصدره من البروبر arterial tissue. Proper arterial tissue. ولكن the smooth portion منين مصدره؟ مصدره من the right horn of the sinus venosus. From the right horn of the sinus venosus. الحد الفاصل، الخط الفاصل ما بين the smooth portion of the right atrium and the trabeculated portion of the right atrium نسميه crista terminalis. إذن the crista terminalis شي مثل لي، يمثل لي نقطة الاتصال is the junction between the trabeculated portion of the right atrium and the smooth portion of the right atrium. The smooth portion وين مكانه؟ صار anterior or posterior؟ صار posteriorly. It is situated posteriorly. منين الأوريجين مالته؟ منين طالع؟ من الرايت sinus venosus horn. الانتيريور بورشن يمثل شنو؟ الترابيكيوليتد بورشن اللي مصدر منين؟ من الكمن اتريال بروبر تيشو. اوكي اخوان، لحد الان واضح؟
واضح لحد الآن؟ إذا صار عندنا الرايت أتريوم لحد هاي النقطة يتألف من جزئين، جزء أمامي اللي هو ترابيكوليتد اللي طالع من الأتريال تيشو الأصلي، وجزء خلفي اللي هو سموث بورشن اللي منظره من الساينس فينوسس هون. إذا الساينس فينوسس هون ينقل لنا الأكسجينيتد بلاد فروم دي 3 فينز إلى الساينس فينوسس هون، والساينس فينوسس هون تنقلها للبودي. انه بالساينس فينوسس هون الرايت بورشن يسوي لي السموث بورشن اوف ذا رايت اتريوم، والليفت هون راح يصير بكمبليت اتريزيا ويتبقى لي جاست تو فينز اللي هي الاوبليك فين تو ذا ليفت اتريوم اند كورينري ساينس اند كورينري ساينس. نقطه اتصال الساينس فينوسس ويا الكومن اتريا اوف ذا بريميتيف هارت تيوب، نقطة الاتصال راح تترك لي فتحة، راح تكون فتحة ما بين الساينس فينوسس وبين الكومن اتريا. هاي الفتحة نسميها ساينو اتريال اورفيس، ساينو اتريال اورفيس، ساينو اتريال اورفيس. اذا شنو هي ساينو اتريال اورفيس؟ از ذا جانكشن بتوين ساينس فينوسس اند ذا كومن اتريا. اذا احنا هنا لما يتكون الرايت ساينس فينوسس هون، الرايت ساينس فينوسس هون راح يعطي it give rise to three important things in the embryo. Give rise to three important things in the embryo. اللي هي اول شيء السينو اتريال اورفيس. السينو اتريال اورفيس هي نقطه الاتصال ما بين السينس فينوسس والكمان اتريا، سميناها سينو اتريال اورفيس. يعني البلاد من يجي للرايت هون يدخل للأتريا عن طريق الساينو أتريال أورفيس. إذن الساينو أتريال أورفيس منين مصدرها؟ مصدرها من الرايت ساينوس هورن وليس من الليفت. الليفت ما يبقى بها شيء، الليفت فقط تطينا الأوبليك فين تو ذا ليفت أتريا وتطينا الكورينري ساينوس. هذه نقطة الاتصال. حركة الدم بها حتى تدخل البلاد إلى الأتريا ما يكون هيك عامي شامي، وإنما يكون عن طريق فالف، عن طريق فالف. هذا الفالف نسميه right and left sinus valve. right and left sinus valve يعني هي من تتكون السينس فينوسس يصير بفد redundancy يتألف من two leaflets right and left leaflets. نسميها سينو اتريال فالف، سينو اتريال فالف. وكذلك السينس فينوسس الليفت سايد اوف ذا سينس فينوسس يبدي يصير باكستنشن. يعني احنا لما يبدي يسوي انفيجن السينس سينس فينوسس تيشو، لما يبدي يسوي انفيجن ويبدي يغزو الكومن اتريال اريا راح يتوجه بكل الاتجاهات. الجزء اللي رايح باتجاه الليفت سايد راح يلتحم مع الديفلوبينج انتراتيريال سبتم، مع الديفلوبينج انتراتيريال سبتم. اذا السينس فينوسس بي تو هون، ليفت هون اند رايت هون. الليفت هون يصير بي كومبليت اتريزيا، يتبقى من عنده شيئين اللي هو الاوبليك فين تو ذا ليفت اتريوم والكورينري ساينس. الرايت هون ايش راح يسوي لي؟ اول مره راح يسوي لي الاورفيس ساينو اتريال اورفيس، ويبدي يصير بي اكستنشن، ومن يصير الاورفيس يسوي لي فالف لهاي الاورفيس حتى ينظم حركه دخول البلاد من الساينس فينوسس للليفت اتريوم، ويصير بي اكستنشن توارد كمان اتريا. بالجهه اليسرى، على الجهه اليسرى يبدي يصعد لفوق حتى يلتحم مع ويامن والجروينج انتر اتريال سبتم. اذا السينس فينوسس تيشو يساعد في تكوين السموث بورشن اوف ذا رايت اتريوم، ويساعد في تكوين الانتر اتريال سبتم، يساعد في تكوين الانتر اتريال سبتم، وكذلك يسوي للكورينري ساينس ويسوي للاوبليك فين تو ذا ليفت اتريوم. هاي ثلاث اشياء نحطها ببالنا. هاي النقطة مهمة، انه لما يصير extension of the invasion of the sinus venosus tissue، الجزء الرايح احنا الاخوان بس انتبهوا لي شوية. السينو اتريال اورفيس قلنا بيها فالف ينظم دخولها، ينظم الدخول. هذا الفالف يتألف من left sinus venosus valve و right sinus venosus valve، بي تو ليفلت ليفت ورايت. هسه هاي ليفت sinus venosus valve يصير بها اكستنشن
اكستنشن وتمتد الاعلى باتجاه الليفت وان الليفت ليفلت اوف ذا فالف. تتحرك بالاعلى باتجاه الليفت سايد تسوي لي سبتم نسميه سبتم سبيوريوم نسميه سبتم سبيوريوم. اذا السبتم سبيوريوم مصدره منين؟ مصدره من الليفت ساينس فينوسس فالف، من الليفت ساينس فينوسس فالف سميناه سبتم سبيوريوم. شنو هذا السبتم سبيوريوم؟ يلتحم ويا من؟ يلتحم مع الجروينج انتراتيريال سبتم اللي هسه راح نحكي عنه. الجروينج انتراتيريال سبتم. اذا الساينس فينوسس فالف يحتوي على ليفت اند رايت ساينس فينوسس ديفلت. الليفت يصير بها اكستنشن توارد ذا ليفت سايد فتسوي لي سبتم سبيوريوم. السبتم سبيوريوم ويا من يلتحم؟ ويا الجروينج انتراتيريال سبتم. اذا السبتم سبيوريوم هو بارت اوف ذا انتر اتريال سبتم. مصدره منين؟ مصدره من الساينس فينوسس، من الساينس فينوس which is the most caudal portion of the heart tube. نجي الى الرايت فينوس فالف. احنا مو قلنا رايت اند ليفت ساينس فينوسس فالف. الليفت قلنا شو يعطينا؟ يعطينا سبتم سبيوريوم اللي يلتحم ويا من؟ ويا الجروينج انتر اتريال سبتم. الرايت سبتم سبيوريوم الرايت فينوسس فالف انقسم الى جزئين سبيرير بورشن وانفير بورشن. السبيرير بورشن يصير ديسابير تماما يختفي يصير باتريزيا يصير باتريزيا. الانفير بورشن راح يتطور الى ان اي في سي فالف يعني inferior vena cava valve and valve of the coronary virus of the coronary sinus valve of the coronary sinus. إذن left sinus venosus valve يتطور حتى يعطيني septum سبيوريوم والseptum سبيوريوم يلتحم مع the growing interarterial septum growing interarterial septum. هذا منه؟ هذا left. الرايت يتألف من جزئين يتألف من superior portion and inferior portion. السبير بورشن يصير باتريزيا ات ويل ديسابير توتالي وايل ذا انفير بورشن يعطيني جزئين يعطيني اي في سي فالف انفير فينا كيفا فالف اند فالف تو ذا كورينري ساينسز. اذا لحد الان اريدكم تعرفون الاوريجنز اوف ايش تشو. من اقول لك انفير فينا كيفا فالف منين جاي تقول لي من الانفير بورشن اوف ذا رايت ساينس فينوسس فالف. من اقول لك الفالفز او ذا كورينري ساينس منين جايه تقول لي جايه من الرايت ساينس فينوس فالف. اقول لك الكورينري ساينس منين جاي تقول لي جاي من الليفت ساينس فينوس هون الليفت ساينس فينوس هون. اقول لك السبتم سبيوريوم منين جاي تقول لي من الرايت ساينس فينوس هون. هاي الاوريجنز مهمه جدا وهاي لازم تحفظوها تحفظوها مثل ما حافظين اسماءكم. ليش؟ لانه الكونجنتال هارت ديزيزز فيري كومن ان ذا كوميونتي. كلش عندنا بكثره كونجنتال هارت ديزيزز. فحتى لما تجيك كيس كونجنتال هارت ديزيز انت فاهم الاوريجن مالتها منين شنو المشكله العله وين صارت. اوكي اذا كريستا تيرمينالز تحدثنا عنها اللي تمثل الحد الفاصل ما بين السموث بورشن اوف ذا رايت اتريوم اند ذا اترابيكوليتد بورشن اوف ذا رايت اتريوم. هسه احد الطلبه يجوز يسالني يقول لي دكتور تحكي ان انت بس على الرايت اتريوم لعد الليفت اتريوم ما بي سموث بورشن اترابيكوليتد بورشن. نعم الليفت اتريوم هم بي سموث posteriorly situated وترابيكوليتد بورشن that is anteriorly situated. الترابيكوليتد بورشن مال ليفت اتريوم منين جاي؟ جاي من الكمن اتريال بروبر تيشو كمن اتريال بروبر تيشو. السموث بورشن منين جاي؟ هل جاي من الساينس فينوسس؟ لا ما جاي من الساينس فينوسس جاي من مكان اخر هسه نتطرق له اثناء الحديث على السبتيشن اوف ذا سبتم. هسه نبدي نتحدث على الفورميشن اوف ذا كاردياك سبتم ذا فورميشن of the cardiac septa. يعني شلون يصير septation of the heart tube. احنا لحد الان لما نتحدث عن الهارت نتحدث as a common chamber نتحدث as a common chambers as a common chambers ما نتحدث عنها كأذين ايمن وأذين ايسر وبطين ايمن وبطين ايسر وانما common يعني common atria and common ventricle. اذا احنا هنا نحتاج انه يصير septation يصير انه نقسم الكمن اتريا انتو لا ليفت اتريوم اند رايت اتريوم.
واكو سبتم يقسم لي الكومن فينتيكل انتو رايت فينتيكل اند ليف فينتيكل، واكو سبتم يقسم لي البلبس كوردس انتو ال في او تي اند ار في او تي، واكو سبتم يقسم لي الترنكس ارتريوسس انتو اورتا اند بلمونري ترانك. اذا لازم يصير عندي هسه المرحله الثانيه، مرحله تكوين السبتال فورميشن، شلون يتكون السبتم وشلون يفرز لي شلون يتكون السبتم وشلون يقسم لي التشامبرز انتو تو تشامبرز. كل السبتيشن بروسيس تحدث ما بين ال 27 تو 37 دايز اوف جستيشن، يعني تقريبا تقريبا خلال يعني احنا كل اربع اسابيع سوري كل 21 يوم هو تقريبا او 28 يوم هو شهر، تقريبا في نهايه الشهر الاول من الحمل، تقريبا في نهايه الشهر الاول من الحمل. اذا السبتيشن سواء انتراتيريال سبتم انترفنتريكولار سبتم اور بلبس كوردس سبتم او ترنكس ارتريوس سبتم، كلها شو وقت تتكون؟ كلها تتكون كونكرنتلي، كلها تتكون بنفس الوقت في اي يوم؟ في اليوم اللي يتراوح ما بين اليوم 27 إلى اليوم 73 من الحمل. شلون تبدي هذا السبتيشن؟ نتحدث أولاً عن السبتيشن of the common arteria. سبتيشن of the common arteria. السبتيشن of the common arteria يبدي بتقريباً أو يكتمل at the fourth week of gestation. At the fourth week of gestation. شلون يتكون؟ عن طريق أول شيء يتكون بالسبتيشن by formation of septum primum. septum primum إذا أول شيء يتكون عندي السبتم برايمم. السبتم برايمم إخواني الأعزاء وطلبتنا الأعزاء يتكون as an outgrowth of a crescent shape. outgrowth of a crescent shape. crescent يعني مثل الهلال او مثل المنجل. crescent يعني مثل الهلال او مثل المنجل. منين يبدي هذا الاوتجروث؟ يبدي from the roof of the common atrium. from the roof يعني شنو from the roof؟ يعني من سقف الكمان اتريوم. and this outgrowth start to grow downward in caudal direction. يبدي ينمو الى الاسفل الى الاسفل in caudal direction. منين يبدي؟ يبدي من الروف of the common arteria. شلون يكون شكله؟ يكون شكله على شكل crescent shape. على شكل crescent shape. على شكل هلال. إذا نباوع لهذا الشكل قدامنا. إذا نباوع إلى هذا الشكل. شوف هذا اللي أنا دا أشير عليه بالبوينتر. هذا يمثل السبتم برايمم. شوف outgrowth. قاعد يفصل بين الليفت اتريوم والرايت اتريوم and it grow in downward direction. it grow in downward direction. شوف اخوان بالنص at the mid portion of the heart يتكون عندي فتشي just like a crossade, just like an mesenchymal tissue of a crossade morphology. تعرفون يعني شنو crossade؟ يعني كأنه شكل الصليب. شكل الصليب هذا اللي دا أشير له أنا هسه بالبوينتر. دا تشوفون هذا اللي بالبوينتر دا أشير له، هذا mesenchymal tissue of crossade. تقريبا شكله يشبه شكل الصليب، يعني بي ذراع الوية superior portion وبي inferior portion وبي right limb وبي sorry left limb وبي right limb. هذا mesenchymal tissue نسميه endocardial cushing. شو نسميه؟ endocardial cushing. إذا mesenchymal tissue يتكون على شكل صليب في منتصف الهارت، في منتصف الهارت، في نص في نصف القلب، منتصف القلب يتكون هذا عندي الendocardial cushing. إذا تنتبهون للendocardial cushing نرجع له ونركز عليه. B2 superior limb and inferior limb. superior limb it grow in upward direction. تبدي تنمو باتجاه العلوي. والinferior limb تبدي تنمو in downward direction. in downward direction. بنفس الوقت عندي septum primum دينمو in downward direction. فيصير عندي septum primum دينمو نحو الأسفل والseptum والendocardial cushing ينمو in upward direction. فينون واحد النمو مالته يصير upward وواحد downward. they grow progressively
approaching each other يبدون يتقاربون واحد من الثاني until they meet with each other إلى أن يلتقون مع بعضهم يعني هذا الذراع العلوي يلتقي مع هذا الذراع السفلي فيسولن فت سبتم كامل يفصل لك الأتريا الكامل أتريام into two أتريا right and left right أتريام and left أتريام فراح يتكون عندي هذا السبتم اللي هو السبتم برايموم اللي يتألف من جزئين الثلثين العلوية منين جاية جاية من السبتم برايموم والثلث الأسفل منين جاي من الإندوكارديال كوشينج من الإندوكارديال كوشينج هسا هذا الأبر لمز of the endocardial cushing هذا الجزء من الإندوكارديال كوشينج الأبر لم إذا توقف عن النمو إذا ما نمى لسبب أو لآخر إذا ما نمى لسبب أو لآخر إيش راح يصير عندي راح يتكون عندي فقط السبتم برايموم راح يتكون عندي فقط السبتم برايموم ما عندي سبتم سكندم ما عندي سبتم سكندم فقط السبتم برايموم فمعناه شنو راح يترك لي فتحة راح يترك لي فتحة هاي الفتحة نسميها arterial septal defect نسميها إذا تركت يصير عند المريض فتحة نقول عنده هذا فتحة بالقلب يعني شنو فتحة بالقلب يعني arterial septal defect شنو سببها سببها إنه الأبر بوشن الأبر limbs of endocardial cushing ما صار بي complete development ما صار بي complete development فترك لي فت defect هذا النوع من الاتريال سبتال ديفكت نسميه ASD نسميها اتريال سبتال ديفكت of برايمم تايب اتريال سبتال ديفكت of برايمم تايب ASD برايمم نسميها فإذا سمعت منه ورايح هذا المريض عنده ASD برايمم تقول العلة منين جاية العلة لأنه الأبر limbs of the endocardial cushing is mal-developed is mal-developed is not developed well فصار عندك سبتم صار عندي ديفكت بالانتراتيريا سبتم سمينا هذا الديفكت برايمم تايب برايمم تايب أذكر في أحد الأيام أحد المعيدات في فرع الفسلجة الله يرحمها توفت كانت طالبة شاطرة عندنا وتخرجت من الأوائل ولكن كان عندها هذا الشيء اللي هو ASD برايمم وبعدين مع كل أسف أهلها كانوا يرفضون أن يسوي لها عملية جراحية لترقيع هاي وبعد سنة أو سنتين من التخرج كانت معيدة جيدة في فرع الفسلجة فارقت الحياة لأنه أهلها ما قبلوا يجون لها عملية ترقيع هذه الفتحة فإت إز أ كومن بروبلم هواي نشوفه وأذكرها كانت طالبة مجدة وشاطرة جدا جدا بس مع الأسف كانت هذه المشكلة البسيطة بالكونجيتال هارد ديزيز واللي كانت تريتابل بس مع الأسف أهلها رفضوا لأن خافوا عليها من العملية إلى رحمة الله إذا هسا عرفنا الجزء الأول من الانتر أتريال سبتم هو شو نسميه السبتم برايمم اللي ثلثين يعني صار عندي انتراتيريال سبتم الثلثين العلويه مالته جايه من السبتم برايمم والثلث الاسفل منها جاي من الاندوكارديال كوشينج اخوان الدم لما يجي للرايت سايد اوف ذا هارت اوف ذا امبريو المفروض لما يجي للرايت اتريام ويروح للرايت فينتريكل المفروض يروح لللانج زين أنا اللانج during embryogenesis أثناء فترة التكوين الجنيني هي مكموشة على نفسها مكموشة على نفسها فأنا شو استفاد من اللانج اللانج ما بيها فايدة during embryogenesis لأنه الغازيسك exchange ما يعتمد على اللانج of the embryo يعتمد على اللانج of the mother يعتمد على اللانج of the mother هناك يصير الغازيسك exchange ما يصير باللانج فأنا ما أحتاج هذا البلد كله يروح لللانج فالمفروض البلد كله لما يجي للرايت اوف ذا سايد اوف ذا هارت يصير بي شيفتينج توورد ذا ليفت سايد ويستفاد منه لان هذا اوكسجينيتد بلد انا شو اسوي بيه اودي لهذا فالمفروض يصير شيفتينج من يلتحم العفو السبتم برايمم وذا ساينس فينوسس معناه انقطع الاتصال ما بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم فشي يصير عندي تصير عمليه ابوبتوسيس تصير عندي اد ميد بوشن اوف ذس نيولي فورمد سبتم تصير عندي بروسس اوف ابوبتوسيس بروسس اوف ابوبتوسيس يو نو وات از ابوبتوسيس ابوبتوسيس يعني بروجرامد سيل ديث
By this apoptosis, multiple fenestration was developed in this newly developed septum. أنا مو صار عندي septum. فصلي الكمان أتريا into right atrium and left atrium. هسه أنا ما أريد separation كامل. أريد يبقى communication between the right atrium and the left atrium. فشي يصير عندي؟ يصير عندي multiple fenestration in the mid portion of the interatrial septum. هذه الفينستريشن منين تتكون؟ تتكون by process of apoptosis. فصير عندي multiple fenestration. فيصير شكل الانتراتيريال سبتم، الانتراتيريال سبتم بنصه كأنه شكل المنخل، مثل المنخل يعني مزرف مثل المنخل، حتى يسمح بعبور البلد from the right atrium to the left atrium. بعدين هاي الفينستريشنز تبدي تلتحم بعضها مع بعض بحيث يصير عندي فتحة كاملة، فتحة على شكل دوارة كاملة صار في منتصف الانتر اتريال سبتم. هاي الفتحة اللي صايرة بنص الانتر اتريال سبتم، اللي منين مصدرها from fusions of the fenestration in the انتر اتريال سبتم. هاي الفنستريشنز منين جتني by process of apoptosis. البروسس ابوبتوسس ايش وقت اتنشطت لما التحم عندي الاندوكارديال كوشينج ويا السبتوم برايمم. قاعد تفهمي شلون؟ اذا صارت عندي فتحه تفصل ما بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم، هاي الفتحه نسميها اوستيوم برايمم، نسميها اوستيوم برايمم. اذا هسه صار عندنا كم سبتوم؟ صار عندنا ثلاثه، سبتوم برايمم وسبتوم سبيوريوم و أوسيوم برايمم وأوسيوم برايمم. حطوها ببالكم هذه الفكرة. بعد هاي العملية إذا تباعون السباعوا للجزء الأيسر إلى الرسم الأيسر اللي مكتوب عليه 4 weeks. شو تشوف الانتراتيريال سبتم متألف من جزئين اللي هو السبتم برايمم والإندوكارديال كوشينج. بالنص أكو فتحة، هاي الفتحة سميناها أوسيوم برايمم. ورا ما تتكون هاي العملية يبدي يصير عندي out growth هم crescent shape، يكون يتكون من الروف of the common arteria، من الروف يعني من السقف just to the right side of the septum abrimum. شو نسميها هذه هذا out growth؟ نسميه septum secundum. إذا الانتر اتريال سبتم يتألف يساهم في تكوين أربع أجزاء: سبتم برايمم، سبتم سكندم، سبتم سبيوريوم، and endocardial cushing. أربع أشياء تساهم في تكوين الانتر اتريال سبتم. هذا السبتم سكندم start to grow in downward direction. يبدي ينمو نحو الأسفل. بنفس الوقت حتى يلتقي ويا من؟ احنا قلنا السبتم برايمم من ينزل ينمو تحت الأسفل يلتقي ويا من؟ يلتقي بالإندوكارديال كوشينج. السبتم سكندم لما تستارت تو جرو ان داونورد دايركشن حتى يلتقي ويا من؟ حتى يلتقي ويا جزئين، هناك يلتقي بس ويا الإندوكارديال كوشينج، هنا يلتقي ويا الإندوكارديال كوشينج as well as the septum سبيوريوم. هسه تفتهمي شلون الوضعيه؟ فمن لما يتكون عندي هذا السبتم الثاني اللي هو سميناه السبتم سكندم، ومن هنا عندي السبتم برايمم، هنا عندي ايش عندي؟ عندي هنا فتحه سميناها اوسيوم برايمم. هسه لما تجي يصير اوفرلاب اوف ذا سبتم سكندم على السبتم برايمم يصير كانه اوفرلاب واحدة بصف الثاني، مثل ما قاعد تشوفونها بالجزء الايمن بالسيفنث ويك اوفرلاب. هسه هاي الفتحه الاوسيوم برايمم بدل ما نسميها اوسيوم برايمم نعطيها اسم اخر، نسميها اوسيوم سكندم. اذا اخوان راح يصير عندي كوميونيكيشنز ما بين الليفت اتريوم والرايت اتريوم عن طريق فتحه موجوده هنا دا اشير لها، نسميها هذه الاوسيوم سكندم. بالجزء الايمن من الرايت اتريوم هذا الفتحه مكانها نسميها فورامن اوفالي. اذا صار عندي اوسيوم سكندم اند فورامن اوفالي، الفورامن اوفالي هو هذا الجزء من الـ من الـ من الـ من الكوميونيكيشن اللي صاير وين؟ اون ذا رايت سايد، اون ذا رايت سايد اوف ذا سبتم سكندم.
إذا هسه قاعد تتخيل شلون الهارت صار مصدره معقد، صار مصدره معقد. طبعا الاندوكارديال كوشنج، السبيرير بوشنج انه يعطيني جزء من الانترتيال سبتم، الانفير بوشنج يعطيني جزء من الانترفنتيكال سبتم، الذراعين الايمن والايسر يسوي لي الميتال فالف والترايكاسبيد فالف، الذراعين الايمن والايسر يسوي لي الميتال فالف والترايكاسبيد فالف. اذا صار الهارت هسه شكله معقد اكثر. اذا هسه رب سائل يسال يقول لي دكتور ما هي الحكمه، شنو الحكمة الإلهية أنه لما سوالي الانتر أتريال سبتم سوا بهذا التعقيد، حط لك سبتم برايموم ويلتقي ويا السبتم ويا الساينس فينوسس، كان اكتفى بالسبتم برايموم وصار سبتم واحد يفصل لي ما بين الأذينين، ليش حط لي سبتم الأخ اللي هو سبتم سكندم ويلتقي مع سبتم آخر اللي هو سبتم سبيوريوم؟ يعني صار تعقيد، العملية is not simple, not is a simple structure، يعني وصلت لحمة وفصلت لي ما بين الرايت أتريوم. هذا السؤال قبل ما كنا نلقي له إجابة، من كنا طلاب بقيتكم، أنا دائما كنت أسأل نفسي من كنا الطالب بقيتكم، لما الله يذكره بالخير كان دكتور مجيد الحمداني طلع المحاضرة، فلما شرح لنا هذه العملية المعقدة كنت أسأل نفسي شنو هذا التعقيد. طبعا الله سبحانه وتعالى ما يخلق شيء عبث، لازم أكو وراها حكمة. أكو أحد زملائكم الأذكياء واللي انترستد بهذا الموضوع وانترستد بمواضيع في شؤون الخلق، يعني هذه ولله في خلقه شؤون بمناسبة هذا الشهر الكريم، أكو طالب ذكي أو شاطر ممكن يقول لي شنو الحكمة من هذا الشيء؟ شوف أخوان، هذا الشكل النهائي للهارت، هذا الرايت أتريوم وهذا اللفت أتريوم وهذا الانتراتريال سبتم، يتكون من سبتم برايموم وسبتم سكندم، هاي الفتحة هسه نسميها أوسيوم سكندم، وهذا جزء من الفتحة نسميه فورامن أوفالي، فورامن أوفالي. هسه أكو واحد شاطر يقول لي شنو الحكمة، شنو هذا التعقيد، يقدر يجاوبني رجاء؟ أكو واحد؟ الكل نايم. أنا راح أحكيها أخواني الأعزاء، وهذه ما موجودة بكتاب ولذلك حتى أجيبها لكم بالامتحان، ولا موجودة بالجوجل. الله سبحانه وتعالى جعل هذا حتى يخلي الموشن of the blood، حتى يصير ال shift of the blood from the right atrium to the left atrium is not the reverse، ما يخلي الفلو يكون معكوس من left atrium to the right atrium، from the right atrium to the left atrium. فهذه القطع من السبتاي تعمل as a valve like to regulate shunting of the blood from the right atrium to the left atrium. وبهالطريقة قاعد تشوفون شلون عملية الشنط، هذه نسميها الفورامين اوفالي. طبعا 20% من الفورامين اوفالي it remain patent after labor، يعني ورا ما الانسان يجي من بطن ما عادة تنسد الفورامين اوفالي، يعني ما نحتاج شنط، من تجي الانسان لما ينولد بعد ما نحتاج شنط from the right to the left، فعادة تنسد 20% من البوبوليشن ما تنسد، تبقى مفتوحة، نسميها patent foramen ovale PFO، PFO patent foramen ovale. فهسه انتو اذا عددكم الف ف200 من عندكم، هسه اذا نفحصهم بالايكو 200 واحد نلقي هاي الفورامن اوفالي ما مسدوده، نلقيها مفتوحه patent foramen ovale. اذا الاتريال سبتال ديفكت منه ثلاث انواع، ASD primum، ASD secondum and ASD sinus venosus type. يعني الاتريال سبتال ديفكت اذا قالوا لك واحد عنده فتحه بالقلب بين الاذينين، تكون واحده من ثلاثة اشياء، يا اما اوف برايمم تايب، يا اما اوف سكندم تايب، يا اما اوف ساينس فينوسس تايب. البرايمم سببها فيلر اوف ذا جروث اوف اندوكارديال كوشنج، السكندم سببها شنو؟ سببها ديفكت ان ذا ميد بورشن اوف ذا ساينس اوف ذا سبتم سكندم، سبتم سكندم. والساينس فينوسس سببها شنو؟ سببها فيلر اوف فيوجن اوف ذا سبتم سبيوريوم وذ ذا سبتم سكندم. And these are all types of sinus venosus. And thank you very much.